فكرتنا دلوقتي تخص كل ملوك الاستيميشن في مصر، والاستيميشن تعتبر اللعبة الرسمية في القهاوي المصرية. من فترة كده أعلنت اللجنة الأولمبية مع وزارة الشباب والرياضة إن اللعبة دي تقر من ضمن الألعاب اللي موجودة عندنا في الاتحاد، يعني هتكون لعبة ليها بطولة وليها دوري وليها كاس. الاستيميشن هيكون ليه دوري وبطولة يا جماعة. كل الناس النهاردة اللي بيحبوا الاستيميشن يتابعونا، لأن الفقرة دي مهمة جدا جدا. هيكون منورنا فيها الأستاذ أحمد طلعت، وهو عضو من مجلس اتحاد الاستيميشن في مصر. أهلا بيك يا فندم معانا. أهلا بيك. وكمان معانا اللاعب محمد أحمد حمودة، وهو لاعب استيميشن. ازيك يا محمد؟ أهلا بيك. أخباركم يا جماعة؟ الحمد لله. أنا عايز أعرف الفكرة جات إزاي إن إحنا نخلي الاستيميشن يبقى بطولة رسمية ويبقى ليها دوري وكاس وحاجات، يعني مين اللي فكر في ده وإزاي حصل؟ دلوقتي مجلس إدارة الاتحاد الحالي فكر ليدرج لعبة الاستيميشن من بعض الألعاب اللي تحت إشراف الاتحاد المصري البريدج. الاتحاد المصري البريدج، ممكن أقول بس كلمتين على الاتحاد الأول. الاتحاد المصري البريدج ده من أدم الاتحادات اللي موجودة، كانت أنشئت في مصر وهي من الثلاثينات موجودة، وأشهرت رسميا 73 بعد ما انفصلت عن الشطرنج. والبريدج دي لعبة معترف بيها عالميا وبتلعب، وأدرجت وتوافق عليها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية 2002، وانتقلت من لعبة إلى رياضة في هذا العام. وليه هي رياضة؟ ده سؤال أكيد هيتسأل. فعلشان اللعبة ديت اكتشفوا مؤخرا إن هي بتنمي قدرات الذهنية والإدراك والجهاز العصبي عموما، وبتحفظ الجسم من والمخ بالتحديد من امراض زي امراض الزهايمر. فدي حاجه خلتها لعبه، مش من لعبه الى رياضه. ففكرنا ان احنا ازاي نطور اللعبه ديت اكتر، ونشوف نستقطب لعيبه اكتر ليها، عن طريق ان اللي اكتشفنا ان في قاعده كبيره جدا بيمارسوا لعبه الاستيميشن. ففكرنا ان احنا ليه الاستيميشن ما تكونش لعبه نهتم بيها وننقلها من لعبة إلى رياضة. يبقى ليها بطولات، ليها دوري، ليها كاس، ليها بطولة أندية، ليها بطولة جمهورية، وفي المستقبل القريب مين عارف اللي احنا نعمل ليها مهرجانات دولية. تمام. طيب عايز أسألك يا محمد، يعني بأن أستاذ أحمد كان بيقول إن هي بتنمي القدرات الذهنية، أنت بقالك قد إيه بتلعب استيميشن، وإيه اللي استفدته، وإيه اللي فعلا الاستيميشن أضافته لك؟ انا بلعب بقالي مده طويله قوي، انا بلعب بقالي اكتر من 15 سنه. ابتدت في الاول ان انا كنت بلعب مع اصحابي في الكوفي شوبس والقهاوي وكده، وبعدين ابتدى الموضوع يبقى بقى هوايه، بقينا بنلعب بصفه مستمره، بنلعب في الانديه وبنلعب لما بنتقابل في كافيهات. هي اللعبه زي ما استاذ احمد قال ان هي بتنمي القوه الذهنيه، ان انت بتبقي محتاجه سرعه بديهه وقوه ملاحظه، ولازم تبقي مركزه كويس وانت بتلعبي عشان تعرفي تستنتجي اللي هيحصل ايه وتاخدي بناء عليه قرارات سليمه يعني. فانا شايف ان هي لعبه مفيده بالنسبه للناس، لانها يعني حاجه مفيده الناس بتضيع وقت كويس فيه. فلما تدرج ان هي تبقى لعبه رسميه وتخش تبقى تبع اتحاد، يبقى فيها منافسات وتبقى لعبه رسميه والناس تلعبها بشكل احترافي بدل ان هي تكون بتلعبها بهوايه، بالتالي دي هتبقى حاجه مفيده، وهتلاقي شباب كتير قوي هيحبوا ان هم يلعبوا. ده مصر كلها اللي تنضم للاستيميشن على بعض يعني. ده العدد كبير. طب استاذ احمد، انا عايز افهم ايه اللي فرق دلوقتي من قبل ما اللعبه تبقى لعبه رسميه تبع الاتحاد عندنا وتبع وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه، عن قبل كده؟ يعني الموضوع كان زمان ممكن في القهاوي والاصحاب بيلعبوا مع بعض، ايه الاختلاف؟ وكمان ايه هي شروط اللعبه؟ هل هيكون فريق ولا فردي؟ هو ما اختلفش كتير عن قبل هذا وبعد ذلك. طبعا. هي قصة كلها اللي احنا فكرنا اللي احنا نستفيد من القدرات والهواية الشباب كتيرة وشابات كتيرة وناس كبار كمان في السن بيلعبوها، اللي احنا ننظم لهم حاجة يبقى فيها روح من التنافس اكتر. بمعنى اصح، انت سيادتك بتروح تتسلى او هي هواية بتخرج مع اصحابك بتروحوا تلعبوا استيميشن، فطيب ايه الوجه المشكله لو بقى فيها منافسه زي اي رياضه؟ بالزبط. يبقى بتنافس فيها، تبقى عارف انت او غيرك اللي هو انت احسن ولا هو احسن. في نفس الوقت اللي يبقى فيها بطولات زي كاس ودوري على مستوى الجمهوريه، يبقى ليك تصنيف، يعني يبقى ليك تصنيف يتحط في الجدول الاتحاد،
اللي انت مصنف لاعب درجة أولى درجة تانية أي كان التصنيف، هو برضو التصنيف مشروح بالكامل، ويبتدي يبقى فيه روح تنافسية أكتر اللي بيلعبوا اللعبة دي. طيب أستاذ أحمد، في بنات بتلعب اللعبة دي محترفين فيها وزي الرجالة بالظبط؟ يا فندم، في اللعبة ديت، هي ممكن بس اتكلم على اللعبة دي سريعا. اللعبة ديت اصولها لعبة روسية، دخلت مصر في السبعينات، يمكن في حدود 73 او حاجة زي كده، من الاخوة الضباط اللي كانوا بيتدربوا في روسيا ورجعوا مصر وبدأوا ينشروا اللعبة دي في مصر. انتشرت اكتر في التسعينات، التسعينات بقى ليها قاعدة كبيرة جدا، شعبية كبيرة جدا، بقت تسلية وسيلة تسلية كبيرة قوي في القهاوي في الكافتريات، وبدأت المصطلحات بتاعتها تنتقل إلى ثلاث مصطلحات بعيدة عن الروسي اللي هي الإنجليزي والفرنساوي والمصري، وبدأت تنتشر على مستوى مصر ومستوى الوطن العربي والمستوى المصريين اللي عايشين في الخارج اكتر من اي دولة تانية. فده اللي هي فكرة اللي احنا عايزين ننمي الموضوع ده اكتر، واللي احنا نحافظ عليه نطوره اكتر. لو في مساعدة نعرف نعملها للاعبين نساعدهم في الموضوع ده. محمد، وانت بتتكلم من شوية كنت بتقول ان اللعبة دي في ناس كتير جدا بتضيع فيها وقت وعلى القهاوي وواتيفر، انت شايف ان بعد ما اتعمل اتحاد وبقت رياضه رسميه ده ممكن يقنن ان الناس تبقى بتضيع وقت ويبقى الموضوع ليه هدف وليه تارجت؟ وهل في امهات بتيجي علشان تخلي ولادها يتعلموا استيميشن ويلعبوا استيميشن ولا لا؟ هو حاليا طبعا هي لسه قرار بتاع الاتحاد ده قرار قريب، بس اللي انا عرفته لان انا مهتم بالموضوع فسالت، فعرفت انه هيبقى في دوري وفي كاس، وان هيبقى في الانشطه دي هتبقى من ضمن الانشطه اللي في الانديه. يعني كل واحد مشترك في اي نادي يقدر يروح النادي بتاعه ويشترك في فريق الاستيميشن اللي هيكون موجود. يعني اي نادي ممكن يلعب استيميشن ولا بيكون زي الدوري كده اللي هو زي الشطرنج وزي الالعاب الاخرى اللي برضه بتعتمد على الذكاء؟ هيكون في فريق لكل نادي، يعني كل نادي هيعمل فريق. طبعا في ناس كتيره هيروحوا يمارسوا اللعبه، هيختاروا منهم الناس المميزين دول هيكونوا فريق النادي، دول هيلعبوا باسم النادي، وهيكون في دوري وفي كاس. طبعا في المستقبل المفروض يعني ان هو زي الالعاب التانية انه بعد كده ده ممكن ياهل اللعيبه دي ان هي تلعب بطولات اكبر زي الفستيفلز اللي بتتعمل في البريدج، يعملوا زيها في الاستيميشن وتبقى مكانها مصر بما اننا احنا اول دوله في الوطن العربي تعمل الموضوع ده. يعني لو في مثلا شباب من اللي متابعينا دلوقتي عايزين يبقوا لاعبين محترفين وداخلين معاكوا بقى وفي الاتحاد والكلام ده، يعملوا ايه يعني؟ موضوع الاحتراف ده لسه بدري قوي عليه، لان احنا هنشوف نعمل تصنيف، هو دي الفكره بتاعتها، اللي نعرف ان مين المحترف ومين الهاوي ومين اللي عايز يتعلم. فالقصه كلها اللي احنا بنبتدي دلوقتي ننشر الموضوع، او نحاول مش ننشر الموضوع، الموضوع اصلا منشور ومعروف على مستوى مصر كلها ويمكن مستوى العالم، بس الفكره كلها اللي احنا عايزين نجمع الناس كلها على فكره ان يبقى روح التنافس، فنبتدي الناس نعرفهم ان اللي احنا خلاص هنصنفكم، هيبقى في رسميا وهنبقى في مثلا مدرج ليكم نقاط، النقاط دي هتبين انك انت لاعب هاوي لاعب محترف ايا كان، يعني عن طريق كل البطولات اللي محمد قال عليها اللي لسه بنرتب لها وان شاء الله خلاص يعني هنعلن عنها قريب. ويبقى في النوادي، النوادي اللي هي في النوادي مثلا لعبه البريدج اوريدي في النوادي موجوده في بعض النوادي. الاستيميشن احنا بنخاطب مجالس الاداره دلوقتي ان ندرجها ان هي تبقى ليها يعني تتلعب في الصالات البريدج اللي موجوده في النوادي، وفي نفس الوقت نبتدي نعمل لها زي بطولات رسميه تحت اشرافنا ونطور فيها اكتر، نوحد قانون اللعب عشان القانون مختلف شويه. القانون هنا عباره عن ايه بالظبط؟ يعني هل هنا قانون الحسابات الحسابات بتاعتها مختلفه من لعيبه للعيبه اخرى، يعني بخش معلش برضه عشان برضه الناس تبقى معانا في الصوره اكتر، هنا بخش بلعب معاك باسمي انا الشخصي ولا باسم فريق وبيكون معايا برضو مجموعه لاعبين تانيين؟ يعني الموضوع هنا حضرتك سالت سؤال قبل كده على موضوع ان هي فرديه ولا جماعيه فيها ازواج، هي هيبقى في الاثنين، هيبقى في بطولات للاثنين، يعني بطولات للفردي وبطوله للازواج اللي هي وليها تايم معين ولا مفتوحه كده زي ما بنشوف كل يوم والحياه لحد ما لا 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 اول حاجه هو احنا تركيزنا برضو ان هي
مش اللي احنا هنعمل حاجه تضيع وقت الشباب او اي حد هيمارسها، بالعكس احنا هننمي شويه قدرات فيه ونساعده اكتر، يبقى فيه عنده روح التنافس فيها كأي زي اي رياضه، زي ما انت مثلا بتلعب زي لعيبه كتيره بيلعبوا كوره برضو على المستوى الشخصي هم بيروحوا يلعبوا في الدوره الرمضانيه بالظبط صح ولا لا؟ لعيبه كوره محترفه ومثلا مع اصدقائهم بيلعبوا كوره، بيلعبوا خماسي بالظبط، بيلعبوا في كوره يعني فالموضوع دوت احنا عايزين نعمل الموضوع ده، مش عايزينها تكون مضيعه لوقت لشباب في وقت ناخدها بالجانب الايجابي بدل ما احنا بنضيعه في السلب شويه، ناخده في الجانب الايجابي وتحفيز للشباب بالظبط بالظبط. سريعا استاذ احمد بس عايزين كده سريعا، هل في عقوبات او صعوبات واجهتكم وانتوا بتعتمدوا او بتحاولوا تعتمدوا اللعبه دي بشكل رسمي؟